اجتمع المثقفون، ويا ليتهم لم يجتمعوا، في حرية لا تلزم الإيمان بالله، فيا خيبة من كفر بالله، وفي وضع لا يلتزم بقيم، فيا وكسة من أراد أن يخرج عن قيم وأخلاق أرادها الله، وبتفكير معوج يتكلم بلا برهان وبلا علم وبلا تأمل ولا تدبر. صور لهم تفكيرهم الغبي أننا لو تخلصنا من سلطان الدين ورجال الدين، وليس في الإسلام رجال دين، وليس في الإسلام من يستطيع أن يشرع أبدا، في الإسلام حمله نقله علماء يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليس هناك هذا التعبير وهذا الاستعمال، فالموجود هو علماء الدين. وهيا بنا نرى إذا ما تركنا ديننا كيف نلحق بركب الحضارة، وكيف نصبح من الدول المتقدمة. حقائق نتلوها على أذهان وآذان أولئك المثقفين، عسى أن يتعلموا شيئا لم يتعلموه، أو يسمعوا شيئا لم يقرؤوه، أو يفهموا شيئا تغابوا عنه، أو لم يصل إلى أذهانهم وأسماعهم. في مصرنا هذا، وهو قائد البلدان الإسلامية بما فيه من تراث عميق، وقد كان دارا للخلافة بعد انهيارها في بغداد، ونشأ فيه الأزهر الشريف يعلم الدين إلى يومنا هذا، ويحفظ القرآن ويقرأه على العالمين بصوت ندي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب. لم يقتل مرتد منذ 1000 سنة، وكان آخر من قتل عمار اليمني بحكم قضاء. 1000 سنة لم نقتل فيها مرتدا، فهل لو رفعنا من الدين قتل المرتد وشطبناها من الفقه الإسلامي سنتقدم؟ إذا كنا لم نقتل مرتدا منذ 1000 سنة ولم نتقدم، فكر غير مستقيم. لم نرجم زان منذ 1000 سنة، ومنذ 1000 سنة لم يقم حد الزنا في مصر هذه من قبل عصر المماليك، حتى جاء قنصوه الغوري في القرن 10 الهجري وتعجب لما لا نقيم الرجم هنا، وأراد أن يحيي مآثر الأولين في إقامة حدود الله، ونبه على القضاة أنكم إذا أمسكتم بزان فأخبروني حتى أقيم عليه حد الرجم. فأمسكوا بزان غير محصن، وغير المحصن عليه الضرب والجلد فقط وليس عليه الرجم. فقال على كل حال ارجموه. قالوا هذا بخلاف شرع الله، فعزل القاضي وأتى بقاض آخر فرفض، فذهب إلى محبس الرجل وأخذه فرجمه ظلما وعدوانا وطغيانا، حتى دخلت عليه العثمانية وقالوا إن ملكه قد ذهب لأنه خالف شرع الله. منذ 1000 سنة لم نرجم أحدا، فهل تقدمنا؟ فليطمئن أولئك المفكرون بتفكيرهم المعوج، وليخبرون عما في قلوبهم وأذهانهم، وعن تحميل تخلفنا على أمور لا علاقة لها البتة بتقدمنا أو تخلفنا. إذن المسألة ليست في هذه المسائل، المسألة في شيء وراءها، وهو الإيمان بالله وبرسوله وبشرعه. فماذا يريدون؟ يريدون ترك الشرع الشريف أو يريدون تغييره وتبديله؟ تفكير غير سوي وغير ناضج، تفكير مختل لا يريد مصلحة البلاد ولا العباد، تفكير معوج